والكلمة الأولى في هذا المؤتمر العلمي والمعرفي الأخير لرئيس صرح البصرة العلمي والمعرفي رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين. إلى هذه الكلمة بالنيابة عن مساعد رئيس الجامعة الدكتور زكي عبد الله. تفضل. بدينا بداية أن نرحب بكم جميعا. شاهدت أن المقدم لكم هذا الحضور لافتتاح فعالية المؤتمر الدولي العاشر الموسوم مجالات التنمية والتعاون المشترك في العراق مع محيطه الإقليمي والدولي. رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين، هذه الكلمة التي تبدو قصيرة في مقاسها لكنها تحمل في كلياتها مضامين كبيرة وجسيمة. الدراسات والبحوث المشاركة في هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية هذا المشروع. أترك المنصة الآن، وكما يقول المتحدثون في مجال اللغة والخطابة، الإسهاب في حضرة الفقهاء مخل بالذوق. أترك المنصة الآن لمديرة مركز دراسات البصرة والخليج العربي الأستاذ المساعد الدكتورة صفية. انطلقت فكرة عقد هذا المؤتمر إيمانا منا بعلو شأن العراق وأهميته على مختلف الأصعدة، ففضلا عن موارده الطبيعية الهائلة يحظى العراق بطاقات بشرية كفوءة مقتدرة على تحويل المستحيل إلى ممكن والممكن إلى يسير. لذا كلنا أمل أن نكون معكم جزءا من تاريخ العراق أمام النهوض بالواقع مهما اختلفت مسمياتها. وإلى باحثينا الأعزاء من داخل العراق وخارجه، تحياتي لكم واعتزازي بكم وبجهودكم العلمية وحضوركم المساعد بتمني لكم كل التوفيق. أكمل القول بما بدأت به، الحمد لله والثناء عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال بذات البصمة وبذات العلم ومنارة الأدب والمعرفة عالية ورأيتها خطاقة ما بين ليست العراق فحسب، بل تبدو يمتد الى الاقليم ومحيطها. نيابه عن الاستاذ الدكتور سعد شاهين رئيس جامعه البصره، يلقي هذه المحاضره الاستاذ الدكتور محمد حامل. جامعه البصره امتداد لمحيطها، امتداد لحياتها. نبدا المحاضره. جامعه البصره في اول تحدي واجهته العالم واجه بشكل عام غياب الوسط الناقل الفيتيس، الوسط الذي يقوم بنقل الفيروس الى المختبر من المختبر لغرض تشخيص الجامعه على الاقسام وموظفين وطلاب. إذن الآن المحاضرة الثانية في هذا المؤتمر للأستاذ الدكتور طاهر محسن منصور، الموسومة بعنوان تبادل التجارب الإدارية بين دول المنطقة، مدخل علمي أو مدخل عملي لتعزيز النهوض فيها. هذا النوع فيما يخص التاريخ، لكن الإدارة كيف توثق هذه ليست مسألة بسيطة، ولا يوجد لدينا متخصصين فيها. في حين في دول العالم نعم توجد هذه التجربة ويمكن الاطلاع على بعض جوانبها،
والاطلاع لا يعني الذهاب هناك حيث القيام بإفادات لرؤية ما الذي يحدث بواقع زيارة أسبوعية عابرة، لا، بل هي المعايشة المستمرة التي في أقل تقدير تحتاج إلى أشهر عديدة للإطلاع فعلاً على خبرة أي مؤسسة في مجال العمل الإداري فيها. طبعاً دول المنطقة العالمية، دول المنطقة، دول منطقتنا يمكن أن تكون هناك تجارب إدارية لكنها محدودة، وأقصد بالمحدودة في بعض جوانب الممارسات الإدارية. مثلاً ممكن الاطلاع على تجربة البنك العربي، وأنا من الناس اللي شفتها بالأرض، لمعرفة كيف يقوم هذا البنك بالاستفادة من تحليل بيئته الداخلية والخارجية، اللي أعتقد جماعة الإدارة يعرفوها تحليل سوات، لدمج هذا التحليل بالخطط الاستراتيجية للبنك.